بقى لخبر تاني، ورئيس جهاز الشروق نفذنا 70% من المشروعات المخطط لها لتطوير المدينة. صرح المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، صرح بأن اختيار الشباب للمناصب القيادية في المدن الجديدة يعد توجها جديدا للدولة، لافتا إلى أن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دفع بعدد من الشباب في العديد من الأجهزة لتجديد دمائها. وأيضا أضاف الشربيني أن الشباب يقدمون حلول غير نمطية لحل مشاكل المدن الجديدة، وأشار كمان إلى أنه وضع جدول بالفعل برنامج زمني محدد للاجتماع بسكان الأحياء بالمدينة علشان يتعرف منهم أكتر على المشاكل وتلبية رغباتهم. أوضح أيضا أنه تم بالفعل تنفيذ 70% من المشروعات المخطط لها لتطوير المدينة، وأكد أنه هيتم رفع كفاءة المناطق والبنية التحتية وتطويرها. طيب تعالوا نروح